هنا وفي هذا المكان في حي الجامع وحي الصافح يجلس البحارة لبيع أجود أنواع اللؤلؤ. الحكاية هنا في فرسان، جزائر الأسماك والنوارس وألحان الدان، يجود بحرها بأجود أنواع اللآلئ، والذي شكل علامة فارقة في التركيبة الاجتماعية والمكانية في زمن مضى. كما أن للؤلؤ أنواعا وأوزانا يجهلها الكثيرون. في فرسان تستنشق عبق الماضي ورائحة الأماكن في الأزقة والحارات التي تزخر بالنقوش والزخارف التي تدل على أثر تجارة اللؤلؤ. للإخبارية محمد اليامي، جزر فرسان، جازان.